قعد الشيطان كانت أكبر إشاعة حصلت في مصر سنة 1998. إحنا بنلعب المزيكا دي بسبب حاجات كتير جدا، اللي هي أقرب مزيكا حسينا بيها وأقرب مزيكا داخلة في نفسية البني آدم. الناس اللي شايفة المزيكا دي مختلفة هم شايفينها مختلفة، مش الثقافة بتاعت الناس دي مختلفة عن ثقافة المزيكا. أنا شايف إن إحنا فرقة زي أي فرقة، أي نوع من أنواع المزيكا التانية المختلفة مفيش أي فرق، الفرق في نوع المزيكا. صحف كتير فاشلة ابتدت تستغل الموضوع بطريقة مش ظريفة، يعني قالوا كتير علينا، قالوا بنعبد الشيطان، وقالوا بنذبح قطط، وقالوا كلام كتير جدا، طبعا كلام كاذب.